نظمت المندوبية الإقليمية للصحة العامة بإقليم البطحاء اجتماعها السنوي للجنة الإدارية، وذلك بهدف مناقشة وتقييم أداء مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم. المناسبة ترأسها الأمين العام للإقليم لإقليم البطحاء ناغونداي جاندي. تقرير محمد طاهر جبرين. تقارير الأنشطة السنوية لكل المرافق والأقسام الصحية بالإقليم هي محل دراسة وتقييم في هذا الاجتماع السنوي للجنة القيادية لمندوبية الصحة العامة بالبطحاء. هذا الاجتماع الذي يعد إطارا لتبادل الخبرات يسمح وفقا للمندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحاء دكتور علي إسماعيل بجار، يسمح لهم بإجراء تقييم ذاتي واتخاذ تدابير محددة من أجل معالجة نقاط التقصير. وانتهز المندوب الفرصة ليطلب من السلطات الإقليمية ضرورة إقناع الصليب الأحمر الفرنسي بالاستمرار في دعم المندوبية. بعد المداولات خرج المجتمعون بتوصيات طالبوا فيها الحكومة بتزويد المندوبية بوسائل نقل كافية، وكذا تزويد الصيدلية الإقليمية بمنتجات دوائية لتغطي كل مناطق الإقليم، كما طالبوا بتوفير أجهزة تبريد. الأمين العام لإقليم البطحاء إنغودان دي جنادي الذي مثل الحاكم قال إن هذا الاجتماع قد سمح لفحص وتشخيص المشكلات التي يعانيها كل مستشفى وكل مركز صحي بالإقليم وتقديم الاقتراحات لحلها، واعدا المشاركين برفع التوصيات إلى الجهات المختصة.